本当に朝。سلام لكل السودانية. الآن على وشك أن تقطع ربع ذهبي في تصفيات أطفال. أتمنى التوفيق وأتمنى المشجعين من دائما يكونوا زي ما قال أخونا حسن بعدك يكونوا توفيق. مرحبا. كيف الحال؟ حمد. الله يبارك فيك حمد. بدأت تجيب مستمع؟ الله يعافيك. من وين يا مقطع؟ شو يعني مرخان النوع العقد يعني؟ والله مرخان العقد لدرجة يعني. النوع المثلا كان ذنوب مرتفع؟ نهائي؟ نهائي والله.